زي ما حضراتكم عارفين النهاردة كانت مراسم تشييع وجنازة الرئيس الإيراني رحمة الله عليه السيد إبراهيم رئيسي، وطبعا السيد حسين عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني رحمة الله عليه والمرافقين رحمة الله عليهم جميعا زي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الشاشة. إلا أنه دائما ما تكون هناك الكثير من التساؤلات حول يعني إدارة البلاد في الفترة القادمة، من يدير البلاد، كيفية إدارة هذه البلاد، كيفية أيضا انتخاب الرئيس القادم يمكن طبقا للمادة 131 من الدستور الإيراني، واللي بتنص على أنه تحصل على العملية الانتخابية في موعد أو في مدة أقصاها 50 يوم. خليني أخذ معانا عبر زوم دكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية يحدثنا من عمان الأردن. أهلا بك يا دكتور عصام. أهلا بك يا مرحبا. مرحبا بك دكتور عصام. دكتور عصام، يعني زي ما بيتقال أحيانا في السيناريوهات the day after، ما الذي سوف يأتي في الأيام القادمة من حيث مسألة الحكم، الانتخابات، أبرز المرشحين للمنصب الرئيس وكذلك أبرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المرحوم حسين أمير عبد اللهيان؟ يعني حقيقة يبدو أن الذي حصل كان يعني خارج عملية التفكير المستقبلي لما بعد إبراهيم رئيسي أو وزير الخارجية، لأنها وفاء وقضاء وقدر وحصلت، وبالتالي هي عملية الآن تسمى عملية اختبار لطبيعة النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف يمكن أن يسير هذا النهج؟ هل يستمر على نهجه السابق في طبيعة أو عملية الاختيار للمرشحين، بمعنى أن يتم تصفية المرشحين لهذا المركز، وبالتالي هنالك ما يسمى بالعين الرقابية والضبط الأمني على مسيرة شخوص المرشحين؟ وأعتقد أن مجلس صيانة الدستور هو يعني أحد المؤسسات التي تحاول أن تضبط طبيعة أو السيرة الذاتية للمرشح. النقطة الأخرى، يعني أعتقد أن النص المادة كما ذكرت 131 في الدستور تعطي هذا المنصب للنائب الأول، والنائب الأول هو محمد مخبر الآن، هو أعتقد أنه سيتسلم أو تسلم منصبه، ولكن هو الآن أصبح ضمن لجنة ثلاثية تضمه هو ورئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية. وبناء على هذه المادة القانونية في الدستور فعليهم إجراء الانتخابات بعد 50 يوما. المشكلة الآن تكمن، من سيكون خليفة لإبراهيم رئيسي في حكم الجمهورية؟ إذا نظرنا إلى طبيعة مفهوم رئاسة الجمهورية من الناحية السياسية، صحيح هو منصب سياسي رفيع المستوى وله صلاحيات، ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا في الإرادة السياسية للمرشد الأعلى، بمعنى أنه أحد قنوات السياسة التي تمر من المرشد الأعلى إلى باقي مؤسسات الدولة، ولكنها تظهر وكأنها من رئاسة الجمهورية. إلا أن طبيعة شخصية رئيسي كانت ذات كاريزما كبيرة عالية جدا، استطاع من خلال السنوات التي يعني 3 سنوات حكمها في رئاسة الجمهورية الإيرانية أن يضع له قدما في الساحة السياسية الإيرانية، وكان أحد المرشحين لخلافة آية الله خامنئي، وهذا أيضا يدل دلالة على قوة هذا الرجل ومقدار يعني ارتباطه والعلاقة الوثيقة بينه وبين آية الله أو المرشد الأعلى. الآن هنالك أصبح هناك لدينا فجوة ما بين آية الله وما بين الرجل الثاني بعده. هل هنالك شخصيات كانت مقربة للرئيس آية الله خامنئي يمكن أن تكون أقرب الآن لأن تتولى المنصب
لرئاسة الجمهورية. النقطة الأخرى أيضا أن هنالك من يقول أن هنالك انقسام في المجتمع الإيراني نتيجة المواقف المتشددة التي كان يتخذها إبراهيم رئيسي في الحكم، لأنه هو وقف الاحتجاجات التي يعني نشبت بعد وفاة الناشطة الإيرانية، والتي يعني أحدثت نوع من الاحتجاجات الكبيرة، أعتقد أنها ميسا اسمها، أحدثت يعني احتجاجات كبيرة جدا. استطاع خلال مدة وجيزة الرئيس إبراهيم رئيسي أي يخمد مثل هذه المظاهرات. النقطة الأخرى أيضا، هنالك منصب هام جدا، ألا هو منصب وزير الخارجية بوفاة حسين عبد الأمير اللهيان. أعتقد أننا الآن أمام مشهد قد نجد أن الأمور قد تختلف، لذلك كثير من المحللين السياسيين أو العارفين بالشأن الإيراني يرون أن منصب وزير الخارجية قد يتساوى أو يتسق في المكانة السياسية مع رئيس الجمهورية، لأنه هو الأقدر دائما على التنقل والزيارات والمباحثات. ونحن يعني اعتدنا أن نرى رجال يتولون هذه المناصب، وخاصة مناصب وزارة الخارجية، على قدر عالي من الفهم السياسي وفي العلاقات الدولية، ولكنهم أيضا هم متمسكين أيديولوجيا بمشروع الثورة الإيرانية الذي بدأه الخميني، وبالتالي يستمر به خامنئي. إذا هؤلاء هم نفس المدرسة. وإذا نظرنا أيضا إلى من انتخب، وكرماني أعتقد رجل عمره 93 سنة ينتخب ليكون رئيس مجلس ويشرف، ويكون أحد المؤسسات المشرفة على هذه المرحلة الانتقالية، يدل دلالة واضحة على أننا أمام نهج ما زال يتبع نفس الطريقة السابقة، لأن هؤلاء هم إما أن كانوا هم أعضاء الثورة الإيرانية أو هم وقود هذه الأيديولوجية ما زالت تسير على هذا النهج. إذن هم ما زالوا يعني يتعاونوا. هو في النهاية المسألة بتسير بنفس الطريقة التي يحددها الدستور الإيراني في مواده، يعني في مادتين يمكن احنا ذكرنا منهم 131، ولكن أيضا هناك المادة 113. طيب يعني أخيرا دكتور عصام، ويمكن قد ده يكون سؤالي الأخير، لدينا خلو في المنصب الرئاسي وهذا سوف يحسم بانتخابات، ولكننا أيضا نعلم جميعا بأنه أو هكذا كانت التقارير الصحفية وآراء المحللين أنه السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه كان يتم إعداده لتولي منصب المرشد الأعلى بإيران. إذن هذا المنصب أيضا في حال اعتذار سيد علي خامنئي عنه سوف يصبح أيضا خاليا، في حال أنه أو في الحالة الواقعية يعني سيد إبراهيم رئيسي رحمه الله. إذن من أيضا المرشح للخلافة على منصب المرشد الأعلى؟ يعني كما نعلم يعني الحقيقة هو سيناريو صعب التفسير الآن، ولكن كما نعلم هنالك يعني المحافظين وهناك الإصلاحيين. يعني هذا الانقسام في التسمية للنخب السياسية الإيرانية هي التي تتسابق على الوصول إلى هذه المناصب، لكن يبدو أن الوضع الحالي قد يكون يعني ليس بصالح الإصلاحيين، لأن الأمور في المنطقة وفي الإقليم ومن ناحية الدولية قد تكون ما زالت معقدة وتحتاج إلى نفس أسلوب العمل مع القوى الإقليمية والدولية. لكن هنالك نقطة قد تكون نقطة مضيئة في نهاية النفق، أن هذه الحالة التي وصلتها إيران سواء في كبر أعمار أولئك الذين رافقوا الثورة الإيرانية
وبعض الاحتجاجات من الجيل الشبابي الجديد، مع وجود بعض الإصلاحيين الذين حرموا من الانتخابات السابقة وقد يكونوا الآن مرشحين للانتخابات، ويمكن أن يعطوا الفرصة لأن يكونوا مرشحين السيد لهذه حسن روحاني الانتخابات. على سبيل المثال؟ روحاني قد يكون أحدهما. أعتقد. أشكرك نعم، جدا، أشكرك قد يكون جدا أحد، دكتور لكن عصام. في النقطة العزيزية، تفضل. ماذا يمكن أن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة؟ أعتقد هذه النقطة التي يجب أن نتحدث فيها، لأن إيران تحتاج الآن إلى، ليست إلى النافذة التي تطل بها الولايات المتحدة، تحتاج إلى باب عريض مفتوح للولوج من خلاله إلى الولايات المتحدة، لأن الوضع الذي وجدت نفسها فيه بعد كل هذه الأمور قد يكون غير قابل للاستمرار على نفس السياسة صحيح الخارجية. صحيح دكتور عصام، أشكرك جدا وسعدت وتشرفت بهذا اللقاء. دكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، محدثنا من عمان الأردن.